إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن عن حساسية الأسنان. طبعا تزداد مشكلة حساسية الأسنان بتقدم العمر، كما هي المشكلة مع تسوس الأسنان. تنحسر اللثة المحيطة بالأسنان مع تقدم العمر، وهذه الأجزاء من السن التي تنحسر عنها اللثة تكون أكثر حساسية للألم. طبعا عند تناول مثلا أطعمة ومشروبات ساخنة أو باردة تصبح الأسنان أيضا حساسة عند تحرضها للهواء البارد أو عند تناول مشروبات وأطعمة فيها نسبة من الحموضة أو فيها نسبة من الحلوة. وأيضا في حالة الإصابة بحساسية الأسنان يجب على كبار السن استخدام معجون أسنان مضاد للحساسية، إذ لم يفيد يعني بشكل عام معجون الأسنان المضاد للحساسية. يعني في علاجات أخرى ممكن إذا استمرت عليها تنحل المشكلة، يعني مثلا في ناس عندهم علاج حساسية خاص للأسنان، وإذا استمريت عليه أيضا ممكن سبب مشكلة، لازم يعني يكون الموضوع تحت استشارة الطبيب. وحيث أن حساسية الأسنان قد تكون أحد العوارض لعديد من المشاكل الفم والأسنان، مثل شرخ أو شق في أحد الأسنان أو تسوس داخلي داخل الأسنان، من الضروري مراجعة الطبيب أثناء حصول أي مشكلة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.